ردا على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية مؤخرا على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماه وأدلب. نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم. عرف منهم محمود سرميني هيئة تحرير الشام، ممدوع علوش هيئة تحرير الشام، أبو ريان موعى تنظيم أنصار التوحيد، أبو قسور الغربي تنظيم أنصار التوحيد. تنفيذ الطيران الروسي على قرية البارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثلاث صواريخ الآن محسن لي. خيوم الأخير ما ظل محسن لي. ليش عدي حالي؟ صفحة سنة